جويدة بن دالي مولودة شلحة، صمت مشروع يعاون المقبلات للزواج. لما بانوا هاد لي ريزو سوسيو وتعلمت الانترنت ودخلت على صفحات الفيسبوك، شفت بلي بزاف ناس دايرين هكدا اعمال خيريه ويتحركوا ويعاونوا بعضاهم، يعاونوا الفقراء، يعاونوا الدراري الصغار. حبيت ندير كيما راهم يديروا هذوك الناس، كيفاش نجمع الناس باش نكون جمعيه اللي راح يعني رسميا تخدم ودير حاجات ونحققوا يعني اهداف جميله، ماشي غير منا ولا منا. قررنا نحلوا هذه المجموعه، بصح بقالنا الاسم كيفاش راح نسميوه. بديت نخرب نحوس على الاسامي، ما جاني حتى اسم. قلت ما نكسرش انا راسي، سي كوا سي العرائس المحتاجات. بون بيسكو لو فيسبوك اي طون فرونسي، نسميه ماريي دون لو بيزوان. كناش ضامنين يعني انه رايح هذاك الفيسبوك الجمع المجموعه هذيك تتوسع. حريم الموفر روبلانش كوافور مكياج سوان دو فيزاج habilleuse, photographe, DJ pour mon groupe. J'ai commencé à partager dans les groupes de femmes, hein, parce que les femmes connaissent ce domaine plus que les hommes. J'ai partagé, et là j'avais beaucoup de demandes d'un jour. Nous, alhamdoulilah, nous avons 1400 membres. Je me suis inspirée de certains groupes caritatifs. قلت كيفاش نجمع الناس هادو، ما يبقاوش غير في الفيرتوال. طون زون طون ندير لهم قهوه هكذا في الدار، يجيو نتقاربوا نشربوا قهوه نهضروا، يكون تقارب من الفيرتوال للكونكري. و سي كوم سا جي تيسي دي ليان افيك دي جون فورميدابل. عرفت نسا يعني دي فام تري ديناميك، وبداو يتطوعوا. قالوا لي اذا حبيتي كما نقولوا نعطيوك حاجات اللي ما نلبسوهمش، حاجات ترجعوا ما يجيوناش، عرائس جدد وعندهم حوايج يعني تاع التصديره ديالهم. وبداو شجعوني، بديت بلا غو بلونش تاع بنتي، زادوا لي هاد لي دون. ومن بعد يعني طورنا حتى ولينا وصلنا وين الناس من المحلات يتطوعوا. عطاونا فساتين تاع عرايس، دي روب بلونش، دي روب دو سواري. العروسه المحتاجه نقدر نوفر لها تصديره كومبلي وتخرج فرحانه منايا، يعني بدون ما صرفت، بدون ما عانات يسمى من مصاريف هذيك الغاليه تاع العرس. فهمنا بلي هاد الشيء نقدروا نوقفوه ويبقى وقف ويتسلف ويعاود يرجع ويصلح للآخرين وإلى آخره.